الأرقام المتداولة عبر مختلف مواقع الإنترنت تظهر أرقام مخيفة ومرعبة من حيث العدد الهائل أو المعتبر لعدد الحوادث والتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تستهدف مختلف الدول وكذا مختلف القطاعات بدون استثناء، كما أنها تستعمل أدوات وتكنولوجيات جد متطورة. أيضاً هذه الهجمات والتهديدات تحدث خسائر مادية ومعنوية جد معتبرة. أيضاً في هذا الفضاء نجد العديد من الأشكال التهديدات، فنجد هذا الفضاء يستعمل إلى التغليط والتوجيه الرأي العام. أيضاً هذا الفضاء يستعمل كسلاح صامت في الحروب الحديثة. فالآن الحروب تبدأ حروب سيبرانية من أجل استهداف الأنظمة الحساسة والمنشآت الحيوية للبلاد، وخير مثال على ذلك وهو الحرب الروسية الأوكرانية، أين بدأت بحرب سيبرانية من أجل تعطيل الأنظمة الحساسة والحيوية لهذه البلدان. أيضاً هذا الفضاء يستعمل من طرف مجموعات إرهابية من أجل زرع إيديولوجياتها، فضلاً على أن هذا الفضاء يستعمل من طرف مختلف الدول من أجل التجسس في كل المجالات السياسية، الاقتصادية، العلمية وإلى آخره. أيضاً هذا الفضاء الذي يتميز بإخفاء الهوية فإنه يستعمل من طرف أطراف إجرامية من أجل القيام بأعمالها في هذا الفضاء. فكل هذه الأخطار والتهديدات بهذا الفضاء جعلت من مختلف البلدان أن تتخذ إجراءات من أجل تأمين أنظمتها المعلوماتية. فنجد على مختلف دول العالم قد قامت بإعداد استراتيجيات لتأمين أنظمتها المعلوماتية خاصة الحيوية منها.